محمد 18 سنة اللي دروا أسبوع سيد زالوني سيزون جونيور بي دي بوست ريال دروا شيب العبيدي 17 ans جوسور إليت خليل قصاب 19 سنة كاتيجوري إليت بوست بيبو نور الدين فرحاتي جارديان بيوت إليت أحمد العبيدي جارديان بيوت 17 سنة جونيور غاد زعلوني 18 سنة كور ريال دروا بيفو نلعب اكسيا زيد كور في وسط نادي الافريقي غيث حكينا على فترة الحجر الصحي كيفاش عديتها ساعة بعد ما وقفت البطولة نتاع الوسط يعني كنت تحضر وحدك ولا تستنى البروجرام اللي يبعثولك لتال الفني نتاعك والله يا ايمت الحجر الصحي من الاول بدينا وحدنا كل واحد يحضر واحد يعني تمشي تجري في المسلك في البلاصة بعد بدينا بعثونا بروجرامات على التليفونات بدينا نخدم معنا بروجرام منظم تاع ستاف جروب كاملة معنا كل كيف كيف هكاك بايك فيش لقيتوا روايحكم الملاعبية ثم تفاوت على مستوى الاعداد البدني ولا والله اللي يخدموا معنا مثل كورونا معنا نجم يلقاو روايحهم تو معنا حتى في دوبي بريباراسيون معنا نجم تلقى روحك حاضر شوي خير من صحابك تفوت صحابك في نيفو شوي معنا نيفو فيزيك نحكي كوتي فيزيك انتوما تو في الحمامات في ستاج اكيد البريباراسيون على الشط يظل تفرق بين معناها تتريناو على الجازون ولا على الرمل يظل صعيبة شوية على الملاعبية هي معناها بحكم سخانة معناها اليوم صباح سخانة شوي زد الرمال الغارق شوي تعب معناها ككوتي فيزيك مش كيما الخدمة بتبيع على التيران هي فهم معناها خدمة على التيران تعب ما على البحر اليوم كاسح سيونس على الصباح وتبداو اكيد تستناو وقتاش تعملوا كل ماتش دابليكاسيون هذيك اكثر حاجة نستناو معناها نبداو نعملوا ماتش برشا جو برشا بحر كما تبيع الخدمة قبل كل شيء غاي في ظل مهم برشا لنادي الافريقي يبدا البريباراسيون قبل بشهرين تقريبا هكاك نتصور تلقاو روايحكم معناها افونتاجي على الكلوب الاخرين والله هذه حاجه باهيه معناها بديت الكلوب كعملنا ستاج معناها ديبي سيزون معناها باش نلقاو روايحنا حتى كي نرجعوا الشامبيون باش نلقاو روايحنا نيفو فيزيك في تيم برشا جمعيات يعطيك الصحه يا خويا هو مسرح هذا تبارك ادم قرب نلعب في اوسط نادي الافريقي البوست نتاعي ليدروا وريجيسور ادم يظل النادي الافريقي من اول الجمعيات اللي بدات تحضر ونشوفوكم في ستاج في رمي فوتيل هنا في الحمامات الساعه كيعلموكم المسؤولين انه باش تتلموا خاصه بعد الكونفينمون واربع شهور كيفاش كان موقفكم ساعه انتم كملاعبين والله الحقيقة أول مرة تصير هكا في الكلوب و صحيح رجعنا نحن أول جمعية بريسك مش جمعيات الأولى ستاج هذايا باهي لنا احنا فرحنا الحقيقة خاطر أول مرة وكل إن شاء الله معناها ديما هكا ستاجيات خاطر بتعرف ستاجيات يدخلونا في يحضرونا معناها قبل ما تبدأ الشامبيونات ان شاء الله ديما فما استاجياتك اهو المسؤولين والمدرب والستاف مواصينكم اكيد على التباعد الاجتماعي وعلى الكورونا ماخذين حذكم هكا ولا بالطبيعه واحد ماخذ كل واحد يعرف كل واحد يعرف ايش يعمل حتى من غير ما يوصيونا وصاونا هما ما حتى من غير ما يوصيونا كل واحد يعرف ايش يعمل وكل واحد معناه يعس على روحه وين يمشي وعشكون يحكي وقديه يقرب للعباد كيفاش لقيتوا رواحكم فيزيكمون خاطر نعرفوا بعد اربع شهور ولا ثلاث شهور كونفينمون يبدا الملاعب يرزين شويه انتم ساعة كنتوش تدربوا احدكم فماش دي زيكزرسيس بيان ديتيرميني خديتوهم وتعملوا بهم في دياركم والله الاكثريه هما قعدوا يترينيو في السيف كي جات الكورونا برشا قعدوا يترينيو
حتى كي عملنا تيست فيزيك قالنا تبارك الله ما كنتش مصوركم حاضرين هكا، بريسك اكثر من شطر الجروب حاضرين. تو كيفاش ستاج هذا شنو معناها الاهداف نتاعكم يعني كوتي فيزيك ومن بعد تكنيك ولا شنو بالضبط؟ الحاجه الاولى هي كوتي فيزيك وبعد كوتي تكنيك وكل. واضح يعطيك الصحه. حتى الملاعب محمد عز الغريسي جوار وسط النادي الافريقي العمر 17 سنه نلعب رير دروا. محمد عزيز ساعه في الكونفينمون كيفاش كنتوا تعمل؟ كنت تدرب وحدك في الدار؟ ثم دي زيكزيرسيس تعملهم كيفاش بالضبط؟ كنا نخدموا شويه وحدنا وكانوا معناتها لي بريباراتور يبعثوا لنا بلان نخدموا عليه وكهو معناها نعدي في الايامات حتى نرجعوا للتريني. وتبعثوا انتم لي فيديو نتاعكم يقولوا لكم هذه زيدوها هذه نقصوها؟ اي يعطيونا خدمه نقول لهم شخدمناش مخدمناش باش يعرفوا هما اش يعطيونا معناتها من غد. باه كيفاش ظهر لك ستاج هذايا في الحمامات لهنا ستاج فيرمين نادي الافريقي من اول فرق اللي بدا يحضر للسيزون الجديده كيفاش كان؟ والله انا قاعدين توا نترينيو معناتها صباح وعشيه ونخدموا في خدمه باهيه وباش يكون حاجه باهيه لينا نحن معناها نزيدوا نخدموا وكا. شنو انطباعات الاطار الفني نتاعك مع المستوى البدني؟ قالوا لكم ناقصين والا لا كيفاش؟ والله قالوا لنا معناها بطبيعه مازلنا في اول عام باش نكونوا ناقصين شوي واما قاعدين قالوا لنا قاعدين تخدموا في خدمه باهيه والجروب قاعد يمشي ويقاد. ومهم ياسر يذولي الاستاج هذوما يقربوا الملاعبين بعضهم ويبداو على بكري البريباراسيون. اي باهي الجروب معناتها باش يكون سوليدير مع بعض الجروب نستانسوا ببعضنا و ما عندنا اليوم متفاهمين وكل شيء. النادي الافريقي كان بطل الموسم اللي تعدى، شنو طموحكم في الاواسط السنه خاصه بعد الكورونا واكيد الناس كل قاعده تحضر زاد؟ طموحنا نعملوا سيزون باهيه، طموحنا معناها نشوفوا معناتها منا جوارات اكثر في السنيور، معناتها طموحنا يكون الجروب باهي ويوصل لبعيد. تكسح نسكن نخدموا مع بعض، نسكن موتيفي، نسكن نقدموا.